What's today? اليوم؟ اليوم يومن هي. أيوة يا ركال. When again? اليوم يومن هي. اليوم يوم الهي. اليوم يوم الهي. يا بارك الله فيك. Thank you very much. What's that mean? It means good things. Today it means there is something. Still we, يعني it means still we are live. هي. الحمد لله. Thank you. اليوم يوم الهي. يا ركال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. 10:30 نازل من حجرتي، شو السبب؟ السبب أنا مخبرنكم من قبل أن برنامجي إذا أني بسير دبي أو أني بالأحرى ما بقيل بسير دبي ولا البحر ولا شرق ولا غرب، ترى ما بقيل اليوم اللي ما بقيل من أصلي الصبح عازم أبوي على شبريتي وأتيطب ساعتين شرق وساعتين غرب لين أبوي الضحى العالي أنش أسب يوم بي الظهر ما احتاج للنوم، ما يجيني الرقاد او اني انعس، فلذلك يا الله يحفظكم اليوم اللي ما بقيل فيه يكون هذا الوضع. الحين المشكله صراحه حاشر الدنيا خود وتعال وتعال وكعال وكعال، والحين حاشرني 1000 تليفون داق من الصباح الله خير، والحين نازل الا والله. السلام عليكم. انا ما تاخرت، انا موجود، كر الله. فرنسيا فروم وير ذس؟ صراحة واجي في بصورك على الدار هاي ما شاء الله هاي. When it came today morning. Yesterday night. عساكم من عواد. بنشوف. ما شاء الله ما شاء الله. هاي بلاد من كبرها. أيوة. فوق شوكولات. ومحقبها بويها بيبيع الورود. يا سلام وين عاد جاي هذه الحين؟ شو علمها شو خبرها؟ ما شاء الله ما شاء الله. كل عام ابو محمد، كل عام يا ابو محمد، عساكم من عواده، عساكم من عواده دورة للشوكولا والزهور. مش ماشي داخل، ماشي مكتوب بعرف الا كرتي روحه، هي كرت روحه. مشكورين، هذا رقمهم وعنوانهم بياض الوجه. مشكورين على ما يدرهم من ابو ظبي، من دبي، من العين، شرق غرب، الله العالم. مشكورين ما قصرتوا، يا الله يطول بعماركم ولا يقطع لنا مواصلكم. زين بعد يتبوي مناسبة زينة حق العيد وعيد جاي، هي أصلاً طرتش حق العيد كانها من دبين هلا للعيد. هي لك الحين اللي بياكل وش قايل؟ يطلعون يركبوا فوق الطاولة ولا ايش قايل سالفتها؟ حبكم صديق لها ما تعرف ايش قايل. المهم والله شيء فنان فخم، شيء ولايتي يعني. مشكورين ابوي ما قصرتوا، يا ادوره للشوكولا والزهور. مشكور. شو هذا صلاح؟ بيع وبيع، ماكل بعير انت من صباح الله خير. مشكورين ابوي ما قصرتوا، شغلكم فنان والله فخم وغاوي والله فنان، يعني وايد فنان بعد ما بلا شوي بعد شيء خيار عنتي ما شاء الله. كم وايد عوده ضخمه، يعني شيء ضخم. شريت هالستاند مع المعاريس، حتى ما بيهون علي صك الحلاوة أنا هالي فيها ما تنصك. ها شو صلاح تبي حلاوة حينة ولا حق العيد؟ العيد أبا. زين يلا يلا يلا. ها تعال، شو سويت؟ شو تريكت اليوم؟ سبحت. شو سبحت؟ خاص سبحت خلاص؟ ما أعرف خاص. شو تريكت؟ خاص تريكت خاص أرنب أنت؟
أرنب؟ ما أعرف. وين بشكار؟ شو تريق صلاح؟ يقول خس؟ لا. ها؟ في البيت طفا. شباب. زين. بعدين هنا شباب. شباب يعني. خس. يعني كنت شباب. ليش تقول بس خس؟ تعلمت الكذب انت. اخ عليك يا صلاح. اخ عليك. بس ولا تكلمني. ليش؟ لا 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 ما داني ليه كذب انا. بس. كذب زمان تردية. عيب عليك تكذب انت. انا باقل؟ يلا باي باي. ولا تكلمني. بس تكذب تعلمت الكذب انت. بنا ريان من يكذب شو خانته؟ ها لا تتكود. يلا. السلام. ها؟ شو هناك؟ شو مستوي؟ احنا بتوديهن داخل؟ هي الحين حر الوقت. انزين اصبر، شو سويت اليوم شغل؟ وايد شغل. وايد؟ وايد وايد. وايد شغل؟ ما في وايد بس كبير هذا ما يقدر فيه. ايه والمعاش تقدر ترم تشله؟ بس وايد عليك. تعال 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 انا معاش اكلفه؟ بس على كميتي. انزين الحمد لله. انكسر انا بس وايد عليك. انزين الحمد لله. الحمد لله. يوم انت جيت عندي كم معاشك؟ وايد عليك. لا اول يوم قبل يوم اجيبك من عند الناس هاي اللي كانوا ما يعطونك معاش. وايد عليك. هناك ارباب مالك مال الاول. ولا وايد عليك. كذبت. ولا 600. بارك الله ما كذبك. بعد تعلمت الكذب. بارك الله ما كذبك. ملاق. عرفت حلقت اليوم؟ تعال يا تعال 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 باب برمس وياك. تعال ياي. تعال ياي الجمهور كله يطلبك يتشرفون عليك يقولون وين احنا ما نشوفها صراحه. ها تعال ياي. زين الحين انت بتصير وياي دبي اليوم. انا بصير دبي اليوم. بصير عندي شغل. شوف عندي اليوم شغلتين. شغله الاولانيه اصبر خليني اخبرك حسب العرب تعرف وانت تعرف. اول شغله عندي بوي اجتماع في مكان معين وبشوف الهست وبشوف علمهم وخبرهم. ان طلعوا ابوي ناس زينين ترى خبرنا الوادم بشغلتهم اللي هم ذاكريني حسبها. ان طلعت ابوي شغلتهم اللي رمسه لسان وقرقعان صيف. احنا ابوي لا بنطري ولا بن لا بنطري لا في عدل ولا في مايل. شو رايك؟ هم ابوي هاي شركه عوده ويطرون انه يسوون علمهم وخبرهم. غير انا ابوي لين اشوف بعيني وزخ بيدي عقب ارمس بشوف المصداقية على أرض الواقع. هبلا قرقر 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 قرقر. انزين. لا ما بالله ها. الكلام له. سبر خليني أخبرك. انزين. هذا وين بيكون؟ في فندق. فندق أول ما تدخل الحين نسيت اسمه. نسيته هو فندق من زينات أحسن فندق في البيئة غير نسيت شو اسمه حينا. بعد شوي نذكرت الحين بخبره. هذا وين بسير ابوي واجتماعنا الساعة 4:30 العصر. انزين وبخلص من الاجتماع وعقب ابوي بسير وين؟ دبي مول. وين عندنا عيد النعول اللي اخذناه منهم في العيد العود. العيد الصغير. عيد الفطر. الحين ابوي جايبين ديزاينات جديدة. امس صرت لهم صورت ديزايناتهم اللي في المارينا. هي شو رايك شفتن؟ فنانات؟ اشكر فنك. انزين انت بخير صلاح؟ بخير. ما كني حشرتك ولا لا؟ ليه؟ الحين انت محتشر ولا ما بمحتشر؟ ما اعرف الكلام. ما تعرف هالكلام اللي انا قلتك ما تعرفه؟ ايه. اخ عليك يا صلاح. ذي اليوم تراك ما حبيتني ها؟ هلا وحد عوده. هاي ما بعوده. نعم. يلا. انا منو توك تسال؟ طه. طه ابوي وين ترى طه؟ طه ابوي في المغرب. لا تعرف متى بنسير؟ صبر بنسير ابوي يوم يستوي الربيع عندهم بنسير لهم المغرب. الحين نحن ما بنسير المغرب. شو رايك؟ بتودي حد دريول وياك ولا بتسير بشكاره؟ لا خدامي خلي خدامي نسيت دريول. نسيت توكل عليه. لا هاي خدامي خدامي نسيت على هواك. ماشي مشكله. اسمع طه بن عبد الجليل ترى ابوي بيك المغرب الريال عيبته سالفه العام. يلا يلا الله ييسر امورك. سلم على عبد الجليل يا ابو عبد الجليل. وصلتني بلاك. وصلتني معلومات.
يقولون بتعيد في دبي. ايه كم يوم بتجلس؟ شهر. شهر؟ شهر؟ ايه خلينا نشوف يومين. العيد يوم واحد. ايه يومين ثلاث ايام. بتجلس شهر؟ ايه وايد طلع. شو وين بتسكن؟ في عبا باب. هو الباب. اسم الفندق؟ ايه اسم الفندق انطاح؟ ما اتذكر شو اسمه صراحة. سكنت في اخر وادي. ايه. الفندق العود. ايه. ايه. زمزر البوك عادي فلوس. قبل لا تشي ساير. لا متروس. ايه. بتصير صار بعد دخله. خلاص. زين يلا ما شي مشكلة. ثاني العيد بس له اول عيد. واحد العيد. اول عيد زين توكل على. شو باب؟ ولا باب ولا. ها يعني ما تريد اسد وياك الحجره وحده؟ لا لازم انت حجره وبينك وبين اسد باب. ايه ان شاء الله نسوي الحجز. ايه غرفه خلاص خلاص سووا الحجز خلاص؟ ايه زين اوكي. في مول هذا؟ ما عارف. فندق؟ ايه في مول تحت؟ ايه مطاعم وكل شيء. مطاعم. زين توكل على. اقول لكم الحين ظهرتي وحده ونص الحين بحرك وان شاء الله بتوكل على الله بسير بيكون غداي في مطعم في مطعم في فندق ذا اتش لعدال المركز العالمي. شو المطعم انا ما اعلم الغيب بعدني ما وصلت الفندق. الفندق بكبره انا ما كديته وبجربه. اي وصل الجرين تي. شكرا. كم حبه حطيتي؟ عدين 15 ثانك يو. زين وما كديته هنا الفندق هذا بكبره الفندق ما كديته بطالع مدام فندق بهالفخامه اكيد المطاعم بتكون فيه زينه فلذلك يعني دق حساب الرزيف المطعم العادي ما بيجر في هالفندق الغالي الفندق الزين الخمس نجوم بفندق ابو عبود ما بي مطعم ابو عبود ما بيستاجر فيه. شو من المطاعم اللي يحيد عمره عنده خلفيه شو المطعم اللي ينصحني فيه وهو موجود عنده في الفندق هذاك يخبرني بعسى بسيره يا رب جنبه ولا بيجي بيعطيني وجهه نظره لازم يكون انا اعرفه اذا ما اعرف الرجال هذا او الحرمه لا يعطيني وجهه نظره كيف ايش دراني به هذا منو هنا يمكن ذوقه ما يوز لي فلذلك اللي ما يوز اللي بكبره هو ما يوز اكيد ذوقه ما بيوز المراد بس بربس وياكم فطر يجي عاده يلا استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والسرور من دبي الحبيبة من دبي الكرامة من دبي الفنانة من دبي اللي شهادته في الدنيا العودة ما استوى اثنين وأنا أبوي وصلت بحفظ الله ورعايته وإن شاء الله باجي اللي على ما قالوا هالكويت حديدا سهل وبوصل ماشي يعني أظني حوالي ربع ساعة ولا 15 دقيقة لكن أقول لكم تدرون الوقت اللي خطف من توصل عدالة وين مصنع همال ألمنيوم لين توصل برج بناية اللي حين مال شو اسمه مال المركز المالي هاي روح حمتها ولا شيء بناية من هالبنايات الحين تبارك الرحمن العمران أبوي زحف لين سيح شعيب سبحانك يا رب التجت الدنيا ها شو تبارك الرحمن ولا مكان فاضي مثل ما تعيدون موعدي الساعة 4:30 ويا الجماعة وإن شاء الله بين الأذانين بين المغرب والعشاء بنسير جدا بسير على دبي مول وإن شاء الله بيكون العشاية هناك يا غير غداي مخبركم وين بيكون بنشوف العلم والخبر بنشوف الهست كله
وبخبركم عن سيرتي واجتماعي اليوم، هل انه سلبي ام ايجابي. انا اجتمعت قبل، خبرتكم من قبل، بشركة مشابهة، يقين ما يازت لي، ما يازت لي من حيث المصداقية. قصتهم وحياتهم اللي خطفت العرب وبي كلها تشتكي منهم، كلنا ابوي عذرب فيهم ويسبهم، يقولون ابوي لا عندهم مصداقية وكذبة ومواعيد التسليم غلط. فلذلك ان شاء الله حادني، قلت ابوي لا لا انا بوقف ويا الناس ابوي اللي كلمتهم مسمار في لوح، كلمتهم ما تغلي هنتي. مصدقاني قبل شوي يحب، هو ما بصديج وايد وايد، لكن يا غير بينه وبين معرفة، يقول لي خالد كيف كلمك فلان ورمسك ويا، والله انا مفروض تكلمه بطريقة زينة، هذا ما تعرف انه ابوه فلان 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 فلاني. قلت له مع علي والنعم من حياة ابوه والنعم منه، يا غير منه هو، انا ما شفت ابوي من نار شرار، من ناره ما شفت شرار، ولا اشوفه انه مسوي صيت وسمع حياة ابوه، مسوي صيت وسمعه، ولا هو ابوه ويده يدوده وبهاته، هي نعم حصيت وسمعه، يا غير هو ما تبع ابوي سلك ابوه ولا تبع الزبوه ولا سوى شيء. فلذلك ليس المرء من قال ابي فلان وكذا وكذا، بل المرء من قال ها انا ذا. الادمي اللي بيسوي حق عمر صيت وسمعه هو اللي بتريه، هو ابوك سار، يدك سار، يدودك وخوالك كلهم ابوي طوتهم سلمة توسدوها اليمنى. يا غير ابوي انت حين اللي باجي، انت وحتى باكر عيالك، عيالك ما يخصهم فيك انت، يخصهم في عمارهم، وانت يخصك بعمرك اللي انت مسوينه واللي انت منجزنه، هو اللي بيظهر صيته. وسمع ان سويت عدل الناس بتطريك بالعدل، وان سويت شين الناس بتطريك بالشين. في الوقت اللي خطف يوم يشوفون مذهب البنت ولا الولد ما بعدل، قالوا عن الله تصير من ذهبك يا جليل المذهب، حتى ابوك يلحقه العيب وتلحقه الدعاوي وتلحقه الكلمة الشينة من سوء معاملك انت ويا العرب. وحالي تو الحين توني قال لنا هالكلمة وعبطر شلي مسد، غلط ابوي ما بتي هاي مقالة انا ذا وذا. ابوي عاد الناس فهمت تحين مفهوم انا شو اللي اقصده، واللي يبقي يريد يصطيد يصطيد يصطاد في المية العكرة يدور الهف، وحتى لو بحرف بيسوي عليها ابوي قصة طويلة عريضة لمراد. فالله دمي على الله يحفظكم، ما بالله يتعزوه بافعال ابوه ويده، هيك سارة عرثوا لك السمعة الطيبة. انت شو اللي سويته في دنياك في حياتك الحين، من يوم انت استويت لين غديت بغل كم كبرك يمشي على زندك التيس ويتلفت، شو سويت؟ كانك سويت شيء عدل الناس بتطري، وكانك سويت شيء منقود الناس ابوي عبارة انت بتهدم ليه سواه ابوك، ليه سواه يدك، ليه سواه سواه خوالك، هذا انت كل ياسة تهدمه لانك تسوي شيء غلط. لكن ان سويت شيء عدل تراك بتعيد في امجاد ابوك ويدك، المجد يتواصل والخراب يتسويه. ان سويت شيء خراب وشيء تنقد عليه العرب، خربت حتى السمعة الطيبة مال حياة ابوك، وخربت حتى السمعة الطيبة مال حياة يدك، كان يدك طواش ولا راعي نوخدة ولا راعي اكتشافات علمية ولا رتبة عسكرية ولا ابوك وزير ولا سفير ولا حتى ابوك ابوي حامي الديار ومكتشف الآبار ومسوي ابوي اللي ما حد سواه من زين، وانت بتيلس تخرب السمعة اللي مسوينها ابوك، هاي ابوك مصيبة. كان اللبو افنى عمره واليد افنى عمره يخدم ويسوي السمعة الطيبة ويسوي الشارات الزينة ويبنون السمعة العدلة، تاخذها سنين لادمي، ياخذ سنين لين يبني السمعة الطيبة. اي الولد ولا الحفيد بلحظة يهدم اللي بنوه ليدود وخوالك في لحظة في ثانية، منو هذا يده فلان أفا ليت تبوك يوم يابته بركت عليه، ليت تصبت الدم ولا يابته عن أبوه.
هذاك الرجال اللي ما حد شراته يكون هذا واحد من احفاده؟ قميضه يا ابوك مليت. ابوي وصلت. وصلت شيء طبيعي بعد عناء، شب خيبه. قال لي من ساعه سير جده الطريق المنحدره، وانا ابوي ما سمع ترى مستقت في خاطريه. يمكن اني مبعد الياني تشي وكذاك. الاتجاه نحو اليمين. ثم الاتجاه نحو اليسار. فاللي ما يطيع يضيع. حطيت عيني في معرفتك ما شيء كثرها ولا شد، لا المفروض اوصل قبل 10 دقائق. وحين اخرني والله. الغلط الاصرار هو اللي اخرني. الفندق اظني انا قريب من مره عدها على جنب. مكتوب علي اج. الاتجاه نحو اليسار ثم الاتجاه نحو اليمين. برج برج شو هذا؟ برج دجى تجي. ايوه هذا من الفندق هذاك اعتقد. اعتقد ان هذاك هو. اعتقد هذا هو الفندق. العلم عند الله. اظني. اظني هو. كما يقولون ذا اتش. مكتوب عليه اتش ولا فندق اتش. ها ما مكتوب عليه اتش. ولا يتراوالي. شو ظنكم؟ يا الله يا رب ما يكون انا غلط. المفروض يكون هو الفندق هذا. شو ظنكم؟ هي الفضيحة لو يطلع غلط. ان شاء الله ما يكون غلط. شو ظنكم؟ انا ما اشوف حرف اتش. هي وال لا مبروك. شو المفاجأة العظمى؟ ومنت المفاجأة العظمى. الله يحفظكم. انا مخبر وين انا جاي؟ ولدي سعيد على الله يحفظه ترى اليوم رخصينهم مال الخدمة الوطنية. يوم جيت الحين ياس قلت بتخل المطعم ها بتغدى ولنا قدامي ديت قال ها شو اخبار الخدمة؟ الحمد لله. رقم واحد؟ الحمد لله. شيء تعب ولا ما شيء؟ لا. زين زين حبيبي على الله يحفظك. قال احنا بنصير ابو ظبي؟ يلا توكل على الله. المهم عاد انا اقول مبوني ناوي اتغدى في المطعم هذا. قال لي ولدي سعيد لا مطعم هذا والله انه شيء مطعم عداله خاري عند المدخل وبيزك. وحين سايره نتغدى فيه وموعدي ويا الجماعه الساعه 4:30 موعدنا. وش اسمك؟ نوفيكوف. شو اسمك؟ نوفيكوف. مال وين عند المطعم هذا؟ تعال جاي شوي شوي منه. ليش تربع؟ وانا بصورك وياي انا الله بصير اللي ما يعرف. شو اسمه؟ نوفيكوف. زين شوي شوي عاد على عمرك. يلا انت من ابوي وديك بضبي دريور. زين يلا الله يحاورك. هذا الله يحفظكم يقول لك اللي تاكل بيت ريلها وتدعي لمطلقها. يعني الحين انا وقفت سيارتي في الفندق هذاك ويا ياكل في فندق فندق هذا لو روحه مطعم حتى بعشرتنا. اي والله ما يندرى مع الحين بيخلوا بيدفعوني باركن هناك. اوكي يو وات ار يو جوينج تو ريكومند فور مي وات سالاد؟ So I suggest for you the king crab and avocado salad. Uh-huh. This is gonna be crab meat mixed uh-huh. with the avocado with the crab dressing sauce. Nzi. It's amazing. It's very nice. Okay. And then from the starters, I suggest for you the wagyu tacos. Uh-huh. This is wagyu beef. It's gonna be pan fried. Nzi. And it's coming with the avocado mix and chipotle sauce inside. Nzi. And then I get for you a popcorn calamari. It's gonna be tempura fried. No, I don't need this one. Like the pantomime? No, but I need, but this will be a deep fry. Yeah, yeah. I don't need deep anything fried. Deep fry. If you don't want deep fry, then from the sushi or uh-huh. maki, uh-huh. you want cooked or raw fish? This matter for me. Okay. I get for you California roll. Uh-huh. It's coming 8 pieces. Nzi. And then I get for you the prawn tempura maki roll. It's coming 5 pieces. This will be enough? This is what I my order for me. You all said right. You said share. Yeah, you can share. No. My friend, I will not let him to eat with me. This is only for. No. He need chicken or meat. Chicken or meat. Yes. All right. So this frame also the chicken or meat. Zee. All right. Okay. Okay. All right. I get for you the wagyu tacos. Wagyu tacos. Okay. Yeah. I get for the crab and avocado salad, California mackerel, prawn tempura mackerel. I get for him the chicken dumplings, and then the chicken tacos, uh-huh. and then for the main course, we're going to have the black pork,
and he is going to go have a Mr. Baby chicken. Inshallah. توكل على الله. And then you're going to have a vegetarian fried rice. حاضري. Yeah. Thank you very much. But don't forget, I have appointment 4:30. Sure. I have to finish all these things before 4:30. I'm gonna be so fast. Thank you very much. Yeah. Thank you. بوك ما زين إلا المكان. المكان يبغى هذا شيء وخي. You have any drinks? No, no, we are fine. With this water, we are fine. Okay. Thank you very much. يبغى هالمكان شيء وخي ملكي. ما زين والله عندنا أماكن ما توجد في أي مكان في الدنيا العودة. وأنا هاي الحين لا بالصدفة ولدي سعيد في ليته قال لي بوي هذا المكان وايد زين بيتناع عتوبه. سعيد يعلني في دسمه. توكل على الله سارة أبو ربي و تميت أنا والمعيون الحين عندي هو والله يبوك بس صدفة عرفته سعيد يعلني أفداه وقال أبوي ترى المطعم هذا وايد زين والشيوخي وانت أبوي يعيبك الزين توكلنا على الله كده مسكرين والله شيء الجماعة يشوفهم من الأمريكان هناك ما يندر شو عندهم اجتماع بركاتهم يلي سوني المطعم أقول شو المطعم يبوكم بلاد من كبرة بلاد 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 شيء مهول والله عندنا توجد مطاعم ما توجد في الدنيا العود ها بلاد كبرى الفخامة اللي في الدنيا فخامة كريستالات شو بقولكم شيء مهول شيء مهول ما شاء الله إيه والله شيء وايد حلو عن وايد فنان أقولكم والله يا أبوك سرتوني الله يعزم لكم سامعين غسل يدي في الحمام ولن الحمام يا أبوكم الحرام القوط بقطنه ما في ديكور الحمام روح ما يهون عليك حتى تغس تسوي تحرك ساكن فيه من نظافته والتحف اللي فيه والمغاسل روحنا المغاسل شرات الصخرة شي منحوتة عبارة عن مغاسل مسوينها وخاري يميع الزهور الأوركيد وما شو بقولكم شو بقولكم والله في خاطري أصور لكم الأطراف شرايكم ما أصور شوي هنا تبني يا يبوك بيت بيقولوا ها ما شاف خير شو رأيكم؟ عن خاطري أصوركم يا الله يا أبو كنا عجبه الله يمثل سماه هاي مار رياي لك ذاك ما بعرف مار الحريم شوف هاي كلها أركيد طبعا زين وهاي الدنيا هاك لو أنت سائر الحمام أو أنت سائر الحمام هالنمونة يوم أقولكم ها مار رياي شو أقولكم عجب عجب شو بقول والله يا ابوكم الله يعزك اسم الله ينه لا شابه اي حمام الحمامات اللي لفينا الكون كلها معسب بس ليتهم حاطين موسيقى عربي طيب اقول لكم من حصى من عود شو اقول لكم شيء عجب والله يا الفضيحه بيقولوا هذا ابو تو واحد من الحمام كيف رد له مره ثانيه هذا يا أبوي اللي يطورج على الحمامة أقولكم هل اللي بيقولون أبوك ما تخيل تصور مداخل حمامات ما تدري شو لأن ضروري أخبر العرب أبوي هبل لي في الخارج والله اللي عندنا في الإمارات هي المطاعم اللي عندنا كديكورات وكاستقبال وكخدمة وكنوعية أكل والله يا أبوك ما توجد في أي بلاد في الدنيا العودة يوم تصير عندهم في الخارج كأنك طلاب يلا مال الله كأنك طلاب يلا مال الله وانت من توصل بلادك كل شيء تشوفه في الغربة يعطونك يكي في الإمارات أبوي يعطونك دتوع أنا نعم هذا وصل أبوي ما طعيج لك هذا هو وصل سوشي يقول سوشي أيوة بارك الله أيوة thank you very much thank you هذا هو بقدر يا لومي الحين فضيحه الحين انت احلاد بين وبينك معرفه ولا سياته وكيف عرفت انت مكاني مثلك ومحمد ينحط على الجرح يبر الله يسلمك يعلى الله يحفظك الله يطول احنا نتعلم منك جزاك الله كل خير تعلمنا بعمرك الدروب العدله ابو الله يعلى الله يطول بعمرك ويحفظك ان شاء الله الله خير على كل شيء وجود العافيه ان شاء الله يعلى الله يسلمك صلاح 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 ابوي ابو ربي بي العيد بعيد في دبي الله يخليك معنا من الرياض هاي واحد من ربعي صورت. هي كله كامل ها كله صورته والله عاد ما بدا لا يعلني افدار لا ضروري بيظهر ضروري يعلني افدار اسمك
ابوي الريال ابوي تبعنا لين بحر يوزه ويزاه الله خير ما قصر الحين ما يبالي اظهر لك انت رشيت وحلفت عليه وقال لي برايك الحين لا لا ما شو احنا يعلني ابداك ورجعك الغاز لا 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 لا, لا, لا خلاص الحين رجعت الفلفل رجعت المشاهدين ان ابوي يصير يعلني ابداك مشكور طول بعمرك ويرحم والديك مشكور ما ودي نتعبل على عمرك ولكن هذا شيء بسيط لا 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 شيء ابوي العودة ييك وصلك ولكن بداك ان شاء الله في العين الله ان شاء الله الى الله جعلنا ملحين مشكور يعني افداك وما قصد بياض الويل الله يرحم والديك يلومي فيك ولا غدا ويهك بصبعين يعلك تسلم بارك الله فيك يعلك فداك مشكور مشكور يعني افداك يعل الله يحفظك ييسر امورك يا الفضيحة اسميك السناب شات انك مصيبة الله العظيم What is that one? This is the chicken dumpling with the truffles on top. Uh-huh. This is the king crab and avocado salad. أيوة. Yeah. Well, this is for this is sushi. Okay, thank you very much. إن شاء الله إن شاء الله بارك الله. اسميك السناب تسوي شغل تعرف بالعرب وتعرف الناس وتعرف علمهم خبرهم سبحان الله ريا هذا من العين وياي دبي في لازم وصل موقعي اللي أنا فيه اللي أنا بحياتي ما تطحته وياي إنه بالصدفة ولا وقت المطعم مسكر ما بوقت الحين مطعم شيء أوادم فيه مطعم مسكر ترى الساعة 3 يسكرون من الساعة 3 لين الساعة 7 جنهم هي والله كيف يعني تستوي الصدفة هذه إن حد يكون من دار يعني مثل شيء وصف حب وصف الأول مقولة طلبة من الطلبات العسرة واحد يقول نبغي لومية حلوة مزروعة في الشمال عروقها في ديرة ومظللة عيمان اليوم اللي استوى بهالطريقة الرجال من العين وانا في دبي وياي من بوظبي وفي مطعم ما شديته ويا بدون موعد ولا علم ولا خبر ولا بين وبين معرفة وتلاقينا يعني شو بقولكم هذا والله ما ادري شو اسمه يعني معقول الصدفة لهالدرجة سبحانك يا رب هذا يوم يقول لك ما شيء مستحيل هذا المستحيل يستوي هالزمان اللهم لك الحمد أروح نعمة من الله سبحانه وتعالى يبالها الحمد والشكر بس لا دمي لو لا دمي يحمد الله ويشكره ناش يالس راقد وهو على ينبه وهو واجف يعني في كل وقت بعد ما تظهر من يزة نقطة ممحيط من المعروف اللي انت رب العالمين مسولنا فيك انت يا بني آدم هذا كله فضل من الله المعرفة والسفر والسير واليي ولك مش نعم هذه نعمة البصر ونعمة نعمة العيش نعمة الأمان نعمة الأمن نعمة انك ترقد بيبان بيتك مشرعة ترقد بيبان بيتك مشرعة يروح نعمة تحسد عليها نحن في خير ونعمة وفضل من الله والله يا ابوكم لو نسوي محن عايشين في نعمة ما حد عايش شراتنا نعم والله المعتيب سمع يعني ارمسكم من صدق ليوم بتسافر بتصير شرق في العرب كيف عايشة ايش قايل حياتهم ايش قايل يتروعون من يصبحون لين يمسون هم في روع متروعين من المستقبل يرقدون ما يدروا بعمارهم بيصبحون في بيوتهم لو ما تطع عنهم بيوتهم بيصبحون أبوي عندهم سيايير لو ما تطع عنهم سيايرهم بيصبحون أبوي في مامنين ومستسلمين لأمر الله وبأمان وبخير ولا بيصبحون أبوي في طهف وطوفان اللهم لك الحمد والله يا أبوكم عيشت إن نحن عايشينها إن نحن مغبوطين هبلا مغبوطين محسودين حسودين كل الكون بحاسدنا نحن على الشراغة والعيش اللي نحن عايشينها اللهم لك الحمد الحين يا أبوي الستارتر عبارة عن سلطة أفوكاتو مع قبقوب شيء لا صار ولا استوى خرافي ويا أبو السوشي رقم واحد ويا أبو بعد نمونتين ما دي يسمونهن هايلاكي ما عرف فنشي والله يا غير بعد لا يمتن وشي بعد فنان يعني كله أكلهم طيب حياة ريا عادة الطلب الرئيسي حين الميندش الصحن الرئيسي بطني بيتوتب ممتزر بطني حين هنا تقريبا شبعت لو دريت ما قلت لهم ويبون بعد الطلب الرئيسي بس علي هذا بشيركم يا
Now this is my order. What kind of fish this one? This is a Novikov black cod. I can't hear you. This is a Novikov black cod. Black cod. Yeah, it's one of our signature dish. Hey. It's coming with the miso is the sauce on the side. Are you yeah. Okay. And then this is the miso baby chicken. Baby chicken. Yeah. The kimchi sauce on the side. Well, this is the rice, vegetable rice. This is vegetarian fried rice. Vegetarian fried rice. Sure. Thank you very much, my brother. Thank you. Thank you. شفت هلا وكاناتك ها راح تبع هذا الحين عبارها ورقه لوز كنا يا اخي ورقه لوز ها ايوه يا سلام سلم يا سلام سلم يا سلام سلم هو 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 شوف يا سلام سلام اوه هالشي يا ابوك ما يهون علي ياكله بصور له عداله شكرا جزيلا يا سعيد بن خالد على انتقاء هالمطعم الفنان اللي ما شي شراته مطعم رقم واحد ما اعرف الله شو اسمه ما ادري كان اسمه افوكاتو ورده مالك هذا ها هذا اسمه المطعم ها. افوكاتو نوفوكا نبي كونه اسمه كان زين هذا ابوي اسم المطعم رقم واحد وما بخساره الواحد اللي بيعنيله ترى المطعم رقم واحد واكلهم زين وفنان ويا غير انا يعني المفروض اي في وقت شيء اوادم لك شو اسوي الحين وقت يوعي. Hello everyone. Yes, Jojo from Novikov. We love you guys. Thank you. The restaurant was very good. Yeah. And the food was very good food and Thanks very so tasty so the fish the sushi the crab avocado salad yes yeah. All what you recommend for me it was amazing all right thank you so much it's a really very very good test thank you much. For everything thanks so much guys what's your good name Jojo is my name nice to meet you too. You just let my followers to know who are you. Hi, I'm Arena. Uh-huh. I'm assistant manager in the Novikov restaurant, uh-huh. And I'm glad we have one of our best celebrities today. Thank you very much. Nice to meet you. It was the service is very good. Your place is amazing. Something. Thank you so much. We can see you here Inshallah. Very soon. Inshallah. Thank you very have much. A good day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you very much. وش لكم انتم الرجال يا ابوي ادى الفاتوره كلها هذا الرجال اللي بالعين نسيت والله حتى شو اسمه جزاه الله خير بارك الله فيه ترى الله شغل منها It was good thank you very much مكان اكثر من روعه هو مكان فنان وغاوي بغيت لو وقت في الرجال هذا لا اعرف لا من باب ولا من سبعه ادى عن غدانه يلومي والله غدانه كويه قبص بعيد هذا المطعم من المطاعم الدونية من المطاعم أظني أغلى مطعم في سنتي دبي هي والله ترى أبوي رس أبوي من هالدار ما بيجيبه الكرم مخلف عليه أبوي الكرم على الله يحفظه يطول بعمره مشكور يا الرجال أبوي ليت أبوي وسويه هناك في المطعم كان عيد الستوري حق أعرف أتذكر اسمه كان قال اسمه مساعة نسيت اسمه والله حليله والله يزاه الله خير بارك الله اقول الحين جماعتين هم قالوا الحين نازلين لك فوق ترى هم بوي كبد السماء طابق 29 ترى يبوك فندق يبوك ها فندق لا صار شراته فندق ولا ظني بيصير شراته فندق بلاد من كبره تبارك الرحمن اي والله شيء مهول ديكو دنيا يعني شيء وايد فنان وايد جايز لي الفندق اللوبي هالنمونه هي عرف ايش قايل يوم اللوبي هالنمونه والاستقبال من هناك ها شو بقول لكم شيء غير نمونه شيء وايد جميل هالفندق بشيركم ما وعيت الا بهالرجال هو اي دونت نو يو Who are But you? I know you. You are very famous in Dubai. Who are you? My name is Mahesh. I am the front desk manager and I am from India.
ما شاء الله. So you are very famous in India also. أنت من أبوي؟ راشد بن عرب. والله والنعم. أنت اسمك روحي سوى. تعال يا ترى سايب منك. أنت من أبوي على الله يحفظك. عربي سباح. والله والنعم. الله يرحمه. أنا أبوي اليوم أنا فادي كل بني كتاب. ساعة قبل شوي مرمس الناس من هذا بني كتاب. قبل شوي توايه يا جماعة من بني كتاب. على الله يحفظك. يا على الله يحفظك يطول بعماك. الله يطول. أبوي أنت فوق الراس. الله يطول. على الله يحفظك. ولا صغارك في العرب كلها. الناس كلها خير بركة. لكن أنتم بالنسبة لي أنا من الناس المميزين. أخونا. يا على الله يحفظك يطول بعماك. لا أنا تري جماعة يوني من فوق دور 29. فأول ما سلمتوا علي تحركم أنتم. يا الله صدق سعيد. كل خير. الله يحفظك. الله يحفظك. شوف ها أبوي هذا اللي تشوفونها. هذا شارع ضيافة وهذا دوار ضيافة وهذا أبوي علم الاتحاد. الحين أنا أبوي في جبسة من مرة وين قلت لكم ساير ساير أبوي عند الناس ناس خيرة وطيبة وما حد شراتهم والأمور طيبة غير ما بروا ما طري شيء لين خلاف يوم وقت التنفيذ يعني يوم بيستوي حبر على ورق والأمور تتيسر هالساعة لين أحيانا 99% كل شيء طيب. يا أبوك كان المنظر روحه هذا هالمنظر روحه يشرح الخاطر كان تبون الصدق. لا إله إلا الله الدنيا كلها بوي تحت حافظ الله عليك يا دبي. أنا تحريت الاجتماع متن الساعة ربع ساعة 10 دقائق ساعتين لين خلصنا رمسنا ويا الجماعة وهربنا وياهم وعندك ودونك وايد والحمد لله قصينا الحية يا غير ابوي بعدنا عاده ما حطينا النقط فوق الحروف شو ما شاء الله ترى فندق فندق بلاد بلاد من كبره بلاد ما زلت انا والله استعيرت من مدير الفندق كيف يعرفني اللي بقول لك من الخليج عربي يمكن كيف يعرف يخرب الله هذا باهس يلا بنام نسخ له ساير الحين ان شاء الله اذا رجعنا من الحيين دبي مول اول بخاطف وبصلي لما اخلص مصلي ان شاء الله بسير دبي مول يلا نارس وياكم خلاص بعد في دبي مول ولا نطالع عاده الله راي يلا داك اللي يقول ترى زحمه وزحمه وزحمه ترى كله كذب ريج شيء زحمه لكن الزحمه العاديه الزحمة الخانقة مش موجودة كان خلاف أقول لكم عقب المغرب هذا الحين عند هذا مال بالي باركينج والزحمة عادية إنه يعني ما تروم تمشي ويقول والله دبي مول مسكرات البيبان وما تشي لا يمكنها في الليل يمكن السلام عليكم يلا كم فلوس السلام عليكم كم فلوس اليوم باركينج كم فلوس How much are you parking today? Parking VIP 200 normal but 50. لا أنا أريد normal. زين هني ها؟ Yeah. يا بركة. زين. Normal is down VIP is here. لا أنا ما أريد VIP فوق. What me down? 50? 50. Thank you. Yeah. ما شاء الله تبارك الرحمن. نظافة في وين كان المسوح في ديمو. المكان وين المصلى والمسيد ما شاء الله تبارك الرحمن تحرك كل اسبوع يبدلون زله وكثر ما هو نظيف تبارك جزاهم الله خير المتعبلين في هالمكان كله منظف 24 ساعة ما شاء الله يلق جزاهم الله كل الخير والله ياجرهم ان شاء الله على الخدمة وعلى مراعاة بيوت الله في المولات جزاهم الله خير اللي قايمين على هالعمل. انت تقولون ابو ظبي ودبي كل هالالوان موجودات، هذا لو مش موجود داخل هذا سبيشال عاملينه لدبي مول هيدا ابو محمد صدق والله؟ ايوه هاللون زيتي غامج هيدا زيتي غامج مزبوط اول مره اشوفه والالوان ده داخل الالوان اللي نازل فيه كثير حلو نازل مش اخضر واحد ايه على درجتين اكيد وما الحلقه السوداء كثير وايد حلو نازل هم مش موجود في ابو ظبي مش موجود اي والله اني سالته شو اسمه هذاك اللي يشتغل الكوفي باز ما باسل قصيروني محمد قال كل الالوان الموجوده معنا موجوده معهن كذب والله ثم كذبه اي بس عاد من الزعيج هذا بس
شو هذا؟ ها؟ شو اسمك انت؟ منو؟ اسمك جيد دويري؟ شو اسمك؟ منو؟ عبد العزيز بن منو؟ شو اسم ابوك؟ ايه بتتذكر اسم ابوك؟ والله اتذكر. شو اسمك انت؟ نافر. نافر، الله، محلات اللثم. احمنوا لي ما ابغى اقطي له قياس. ايوه لازم ابوي يلقطون لك القياس، لازم على كل حال. ولا انت عبد العزيز ما ان شاء الله ما يلقطون لك القياس. انت ضروري يلقطون لك قياس ضروري. عزيز تعال تعال تعال، شو اللي يعطوك اياه؟ اي لون اخترت؟ الازرق. سويتوا له خصم؟ اكيد سوي له خصم؟ انا 50% خصم. كفو كفو، يستاهل 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 عبد العزيز يستاهل. اقول لكم اللي يفرق الاوليات عن الايداد، من داخل الخلق شرط الاسفنجي مبطن ما يجيك يعني عصي يريح الريول، سقف الريول كان يعني أريحية، سقف الريول من يدخل تحس براحة يعني ما بشرات الخدمة نعول لي من غير أي عصات من فوق. ها شو اسفنجيات هاي، ها هي البطان مبطن ومحشاي، فلذلك ما يريح ريول. نفس الكولكشن اللي في ابو ظبي، بس اللهم يزيد عليهن اللون الزيتي اللي هذا من الالوان الجديده. بعد الالوان الجديده ولا جميل، نفس الكولكشن اللي في ابو ظبي بالضبط. يا غير هني في دبي يزيد الجواتي والحزم عندهم، لبس اشياء وايد عندهم، جواتي وعبد القير قسم نسائي له شوية وزن عندهم أكثر شيء اهتمام. اكسسواريز عندهم في أشياء حلوة. تحس إن سامحهم أغلبية الفنان 99% كل أشياء في مصر، لكن جواتي أنا ما أعرف لهم يعني ليش. كل أشياء شبابية يعني ما شباب يعني ما بمالي. وتسيو سمعوني قلت شوية يعني شواب على شباب يعني يستويني حقي أنا، غير ها كل أبوي شباب. هل نوتي واحد هذا اللي خبرتني عنه قبل شوية؟ وايد جميل يا بني، حتى في من الأسود كمان من هذا شفته موجود هو ضبي هذا، غير هذا ما شيء. الله لكم بغايا 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 لكم. تدري في العيد الفطر ما كان الكولكشن هذا موجود، كان اقل بالموديل وبالالوان، كميه الالوان ها ما كانت موجوده والموديلات الكم الكبير هذا ما كان موجود، لكن السنه قصدي العيد هذا اتوقع عشان العالم اغلبيتهم في الحي في الحي في 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 الحج واغلبيه العالم كلها مسافره. إيه نحن نزلنا الالوان هذول على طلب الزبائن. هي الالوان الجديده حلوه، البيج الجري وايد شيء جميل، الاخضر الاخضر اول مره ينزل بشرتي على الاوسترش كثير حلو نازل والبيست سيلينج عنده هذا مال النعام. ها اي مال النعام هذا ما شاء الله كثير كان مش وايد عندكم كثير حلو، عندك كمان على الجلد الغزال كثير حلو هذا نازل الاخضر اول مره ينزل وايد وايد حلو. الشيء المميز عنا هيدي السنه بالبكله السوداء الجديده اللي نزلناها على كل اغلبيه النعول كان نازلين البكله السوداء طالع كثير حلو. لا لا عطنا اللون وايد جميل. حتى الوتر بروف هاي كلها الالوان الجديده، كل الالوان الجديده من الوتر بروف حتى اشكال جديده حلوه نازله. ها
أما اللون الزيتي عاد مبدع في اللي يلد الغزال ويلد النعام. هذا بس نوع واحدي؟ هذا نوع، هذا الأسود. هذا الأسود. والله جميل بعد هيدا. احنا كنا ننزل عنا البلاستيك ولا نزلنا مثل سبيشال اوردر مع الجلد؟ والله كلهم حلوات. شوف شيزاري باشوتي من مبنى اليوم سامانه كله تحس به كواليتي قوي. ما بياي انك بهبهو شيء يعني مال ما بياي انك يعني ما شيء العادي، لا تحس انه شغل متعوب عليه، شغل الصح وهو صح يعني. اه والله لسامهم زين، ترتيبهم السنة وايد لعيد الأضحى ترتيبهم بعيد أخير، وأكثر كولكشن يايبين أكثر عن عيد الفطر. وين يوكم العرب أكثر شيء؟ والله طول بعمرك من كل كل الوطن العربي ما شاء الله، من عمان ما شاء الله، من بحرين اكيد، من الامارات، من كل الامارات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من السعوديه، من كل المحلات. الكويت ما حد ياكل؟ الكويت اكيد، من الكويت اكيد ما شاء الله، منك كثير تستاهلون تستاهلون. سامانكم شوف الناس تجي للبضاعه اللي عارضه نفسها، اللي فيها جوده، اللي فيها كلاسيك وروح العراقة، فلذلك انتو سماكم ما شاء الله كله فيه موجود الشيء هذا، فهذا اللي يجذب، لا يجذب لا زيد ولا عبيد، السلع الزينة هي اللي تجذب الزبون 100% 100% استخدام. والله والحمد لله بهالكولكشن كنا كتير موفقين، كانت الفريت كتير كبيرة، الكولكشن كتير واسعة، ألوان كتير حلوة كتير يونيك. والله أشياءكم وايد، أنا أحس إن فيها أكثر ألوان والمعروض أكثر عن عن العيد اللي فات 100% فخار. هلا هيدا عم تكون كمان متمرن للأرضية الجديدة، الأرضية وايد عم تكون مريحة كثير خفيفة، هيدا الأرضية توتالي سوبر كومفورتبل سوبر إكسترا لايت، هيدا عم تكون حق الداليوز، حق المشي، حق المناسبات، حق الأوفيس، حق الشغل، حق كل يوم، كثير مريحين. و عندنا كنا بهالكولكشن كمان في اكثر من 6 أو 7 انواع ليذر، عندك البايثون، عندك الاوسترتش. هاستوى عليه طلب وايد هذا؟ هيدا والله ما شاء الله كثير عليه طلب، هيدا واحد من السوفتست انواع الليذر اللي عندنا، وايد نعيم، كثير خفيف وكثير مريح، وبذات الوقت كثير لوكجري كمان على اللبس، كثير حتى لونه كثير. اقول من كم من يوم انا عرفت نفس النوع هذا في يوم سرت محلكم اللي في دبي، مو في مارينا، في المارينا، قالوا والله هذا يدخل بين المسامات، يدخل غبار ويدخل تراب فيكون يتوسخ. قلت ابوي صبر ما يحتاج جواب، انا جاوبت بالنيابه عنكم. قلت ابوي اللي يحيد عمر بيصير يحفر قبور، واللي عافد بين الاصباخ وبين السكيك هذا حرام يلبس نعال بهالقيمه، مفروض يلبس ابوي زنوبه، اللي بيلبس نعال بهالقيمة ابوي لا يمشي بها الا في المكان اللايق، كل شيء شيء، ولا انا غلطان؟ اكيد اكيد استخدمت. بس هو عن جد هو كنعل، وهيدا بالتحديد معمول حتى هاند ميد، يعني شغله من واحد من الموست لوكجري ليذر بصراحه، كثير اليجنت وما شاء الله، واحد من البس لا ونعيم يعني، ونعيم 100% كثير سوفت عم يكون، كثير خفيف، كثير حلو، بذات الوقت كثير لوكجري على اللبس، هيدا اهم شيء. نحن كثير بصراحه مستر خالد هلا نحن هلا مستر خالد بهذا الوقت بهيدا الكولكشن رمضان اللي طاف عم ناكد اهم شيء على موضوع انه البرايات عم تكون انه يكون كومفورتبل من مريح. ناحيه الليذر 100% ومن ناحيه القاع احنا القاع كثير حتحسن بهذا الكولكشن الحمد لله، كثير اخف، كثير اريح عن قبل، حتى موضوع الليذر كان الليذر عم يكون كتير صوفت، كتير عملي بذات الوقت. عنا تقريبا 4-5 أنواع لذر، عنا
الأسرة شنيدر واحد من الأكثر ليذر بلوجر عنا من البايثون عنا من السناك عنا من هيدا اللي شفته بالسخاد كتير رحين كتير عمليات حق الديليوز بطلعنا حق المشي حق المناسبات كانت بيمشوا والفرايت كتير واسع هيدا الكوليكشن حتى في عم نركز على الألوان لا الألوان وايد جميلة الالوان وايد جميله خاصه الزيتي وايد ما شاء الله ماشي ما شاء الله الا بهاي الكولكشن بصراحه الزيتي الزيتي والازرق صح نفس اختياري كثير عليهم طلب وحتى نحن وسعنا بالموديلات تبع الزيتي والازرق يعني عندنا وصلنا اليوم نحن هذا الاوسترتش الجرين كثير حلو كثير لا لا جميل ما شاء الله واحد من البست سيلر عندنا هذا جلد الغزال كمان هذا الاخضر في عندك كمان هيدا الأخضر كمان شغله درجاته 100% تقريبا جبنا كل درجات الأخضر وبذات الوقت ركزنا كمان على غير ألوان الأزرق مثلا كمان أكيد في بيج في هذا غريب أنا أول مرة أشوفه عندكم هيدا مستر خالد هيدا أول مرة بيعملوا هيدا الديزاين بعده جديد العيد الصغير ما كان موجود ما كان موجود هيدا حق العيد الكبير كتير حلو وكتير مرغوب تقريبا عم قد ما فينا عم نحاول نغير بهذه الماتيريال اللي هي الكانفاس هذه السالتي الكلوث هي كثير مطلوبه كمان لانه نحن عندنا يلا مع السلامه شباب شي تبون يلا في مال الله سلموا على الشباب سلموا على كل اللي يجيكم ان شاء الله كل سنه وكل حول ان شاء الله مع السلامه حيت اول ما شفتني شو قلت لي عيدكم مبارك عيدكم مبارك تدري متى المفروض الواحد يقولها متى؟ عقب ما يطلعون من الصلاة من صلاة العيد يعني أنا يا ويلك يا لا أنا مو كنت بشوفك مرة ثانية شو كنت أقولك يا من الحين الله يحفظك كيف حالك؟ شو اسمك أنت؟ هندا وأنت؟ سلطان وأنت؟ ما شاء الله أساميكم أنتم أسامي شنو؟ تدرسون؟ صيف المستمع ما شاء الله الله يحفظك كيف الخاطر؟ يلا صوروا يعني الله يحفظكم هالريال اسمه حميد سلم علي جيت خبرني شو القصة اعرفك تعرف ابوي انزين وسلمت علي شفتني قبل شوي في المسجد ما وحالي اسلم ما سلمت علي صحيح تلاقينا خاري صح انزين شو سؤالك كان تعرفني ولا لا قلت ما اعرف صح انزين قلت لي انا ولد منو ولد سيف ولد سيف انزين قلت لك سيف شو اسم لابوك ابوك البغاش سيف البغاش من هالعيمان من هالعيمان قلت لابوك اعرف ولا انت ما عارف كنت سالم صحيح. قلت له برويك صوره لابوك عمرها 40 سنه وحين على بروي الصوره استغربت انا هذه صوره ابوك قبل 40 سنه تدري وين مصورنا في الهند صحيح في الهند كان عمري 15 انا وهو ما شاء الله ابوك ريال يعني كان هاك اليوم يعني اكبر عني يمكن بعشر سنين صدق وتمت الصوره من هالسنين عرفتني على الله يحفظك سي دي وعقب نزلت عندي في تليفون وحين كل بين فتره ثانيه كل ما القط حد يقول لي يا اخي ابوي قلت ما يحتاج تقول ابوك هاي صوره ابوك صدق وانت واحد من هالضحايا بس سوي عليها كابتشر وراوغ ان شاء الله ان شاء الله سلم على ابوك سلام كثير يبلغ ان شاء الله يبلغ من كل ما يبى يظهر في الصوره اللي ما يبى يظهر يرفع صبعه يعني كل كنت تبى تظهر صبرنا احنا اساميكم ما اعرف ايش اسمك انت وانت وانت ما سمعت ميسا هي وانت حافظ وانت منو شمس ما شاء الله عليك يا شمس يا الله يحفظك جاي تشرن حق العيد شيء شريته ولا شيء قصوا عليك يا الله يحفظكم ان شاء الله بارك لك ان شاء الله فيهن بلغ فيهن ان شاء الله عرايس اول بادي خريجات وبتخرجات وعقب عرايس هات يوزهن قبل ما يتخرجن اوكي على الله يسر امورك ان شاء الله اصور وياك حقا وخيت ربك الله مملك كنت يا الملوك معروف لا 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 ل
حقكم حرام يلمون انتظر لين عينه ما تروم تمشي من خلق الله ما خلق الحين حنينا هذا مكان ما ينبيعونها الكنافة في السوق لها البلد القديم ما نسمون هالمكان وين يبيعون مجوهرات ما مجوهرات نفس المكان محل التركي هذا يبيعون في البغلاوة ينا أقولكم نحن يومين ساعة قبل المغرب ويا أذان المغرب شوية شيء في أوقات ما بها الزحمة الحين ما شاء الله الكتف بالكتف يا ربي الزحمة تبارك الرحمن الله يزيد ويبارك سبحانك يا رب انتم تظهرون؟ ايه ما شاء الله وانتم كلكم من راس خيمه متعني لك ابو محمد يا الله يعلى الله يحفظك ما زين لون اللي يا ابو الكاب مالك انت انت ولايتي كابك ولايتي يعلى الله يبارك فيكم يحفظكم ان شاء الله يا قربوا بس ابقى يا الله يحفظك سلم على الوالد كثير طرش لي الفيديو اللي الحين بحطه في ستوري عندي ان شاء الله يلا حبيبي ازيد البس سفره وعقال يبتي ولا البس كاب انا ابو كانك حمالي عادي يلا يلا سر الله يحفظك هلالي شو اسمك الكامل؟ هلال عبيد شيب محمد شيب بنت ريس ما شاء الله عليك عيني عليك بارد بيتوحونك ايه قولوا ما شاء الله الله اكبر عليكم بياكلونك ابوي هايل يلا الله يحفظك مره ثانيه هلال عبيد شيب محمد شيب بنت ريس ما شاء الله عليك يلا الله يحفظك يا ييلس تقريبا بين المغرب والعشاء لمدة 10 دقائق شوفوا من المغرب والعشاء اللي هي 10 دقائق جلست في الديمون تقريبا 3 ساعات يعني هل تتوقعون هذا شيء غريب على الديمون انك تجلس في المدة هذه كلها مستحيل الديمون شوفوا ما قلنا الديمون دبي بكبرها من تيها على اساس انك جاي قاضي حاية ولا مخطف طريق انت بجاع على دبي غير ما تروم ما تضرب اسكان وتشل الهند بريك فوق ما تروم غصبا عنك شيء لا ارادي يعني هذا شيء ييري في الدم انك انت تجلس متحتا طويله تتمتعها في دبي هاي لا ابد ولا عذر ما تتمتيحه راح الساعه كم بتوصل 11 وانا بعدني ما رديت وضع. جمال مساك الله بالخير يا جمال ولج هذا الدب لبسه لابس لا سفره ولا عقال وياي السوق قدام يهتل وعالمه كان حمالي فتني عليه يبالك من يأدبك ادب نتفق الحين تبون تصورون روحكم ولا تبون تصورون وياي في سنابكم لو في سنابي زين تعال يستوي كل شيء يستوي تعال يا انت وانت الحين انت شو اسمك؟ لا اسمك كامل سلطان المسمار وانت محمد شامسي والله والنعم انت من دبي من ابو ظبي ولا من عمان انت من عمان وانت من دبي نسيت تدرس انت اي صف ما شاء الله عليك وانت ما شاء الله تبارك الرحمن جاي تتشرون دبي مول ولا شو تسوون جاي نتشوف شنو الجامعه اي واخذتوا شيء لو بحكم لا بعد تصورون يلا هو شيء في سناب كوم. حق خليفة أقول حق الخليفة خوري أبوي بسك من لندن وتعال ياي. أظني الحين صار لنا أنا ما بيطول في لندن. بيعيد في لندن. بيعيد في لندن. كمبني أبوي. كمبني عود أبوي خليفة خوري ما يعود ما يعود. شيء حطوا تو؟ ما أخذنا شيء لا ليش؟ تمر بعت الكمبني؟ لا. الكمبني هو يجيب لنا هدايا من لندن. يلا رد السلام عليه. الله يحفظكم. رياك تبى منك زياره